الأسعار شو 70,000 80,000 جرت الغاز، راتب التقاعد 71,000 بيطلع خالص من جرد الغاز. احنا ما بدنا حكي، بدنا حل، بدنا حل. يعني العالم كله نفس قصة الغاز الكهرباء، كله ما موجود. لم يكن المواطن السوري في السابق ينتظر دورا أو رسالة حتى يؤمن مستلزمات منزله من المواد النفطية إن كان غاز أو مازوت، إلا أن الأزمة في سوريا أدت لخروج الكثير من الآبار، فكان لابد من وجود طريقة لتوزيع مادة الغاز الأساسية لكل منزل، فبدأت توزع على البطاقة الإلكترونية، فبدأ الدور ب24 يوم حتى وصلنا الآن ل100 يوم لدور المواطن بالاستلام. موضوع الغاز مثل أي موضوع صار عندنا بالبلد، يعني الفكرة أنه بتجي الدولة بترفع السعر لأي موضوع كان هو ما له متوفر، يعني ليش موجود بالتهريب ب100 و170 و200 وموجود عند الدولة ب10,000 ونحن كل 90 يوم لتأخذ أنت جرة؟ الغاز مشكلة المجتمع ككل، يعني أقل احتمال 90 يوم بيتوزع الغاز، بس تفاجأنا بالسعر المرتفع، يعني جرت له 11,000، يعني الراتب المحدود كتير أثرت عليه بالنسبة لهيك، خاصة ضمن هالغلاء الفاحش لكل المواد، فالغاز صار مشكلة. كل 3 أشهر ليجي مرة، يعني بأوقات 100 يوم لأجا، يعني جبنا نحنا 19 أيلول لهلق ما أجانا. قرارات متعددة تصدر تباعا ومنها ارتفاع سعر اسطوانة الغاز، إلا أن مدة الاستلام لم تتغير. أول شغل الغاز صار مبلغ، يعني 11,000، وصارت العالم تقنن لحالة، يعني بشكل عام المواطن حريص على حاله. الغاز كل 100 يوم أو 90 يوم عم ناخدها، في عالم ما عم بصر لنا جارة الغاز، هلأ صايرة جارة الغاز الحر ب120 وب85، هلأ نحن موظفين ممكن نقدر نجيبها، بس غير موظف منين بده يجيبها؟ يعني حرام، لازم نلاقي حل لهذا الموضوع. ارتفاع أسعار متكررة مبرراتها تأمين المادة بشكل أفضل، إلا أن الأسعار ترتفع فيما تبقى المواد غائبة. كندا الخضر لقناة سما الفضائية، حمص.